السيد عبد الله بن سعدي فليتقدم مشكورا غير مجبور ليكرمه الاستاذ البروفيسور وياسر المرصايا. تفضل كي ما حبيت راك حتى شاعر. بغيت نوفمبر، بغيت الشهيد، بغيت الشعب الجزائري كاين. صحي تلخر هذه. هذه مليحة. تفضل. الشعب الجزائري كريم في الشدة ينضم. متوكر في وطنه غاير عليه. العمل الخير راهو يتقدم واللي ينده به ديما يسمع ليه. كل حيرة يزيد فيها يتراحم، يحارب بالحقرة ويقهر الظلم، وهذا رأي جداد وعمره ينساه، وطن البطولات عهد من قدم. كل محنة تزيد ترفع من معناه، مكتوبة في الناصية لازم تنتم، مفصولة بالحكم تكمل برضاه، واش تنقد في كلام يفهم ومدون موزون في اللغة تلقاه. في يوم الزلزال 21 مايو 2003 على بومرداس والجزائر العز قلبي يتألم ويسأل عن منكوب غدوة وان غداه وجمع منكوب دهش ويخمم ما هو داري وانا يصير مقرسكم. يا منكوب صور الإله وشغلك تحدم، وهذا وعد الله لينا متحتم مسجل في الآزل لازم نتلاقاه. يا منكوب ما تدهش ما تندم، حتى الرئيس زاركم وجلس معاكم وقال نتكفل بكم واحد ما نقصيه على السكن راه وعدكم. واش نقولوا؟ نقولوا كل واحد وفر له ما يكفيه ما يقدرش. ايه. على الساكن راهو وعدكم وكل واحد منكم زهر واش عطاه. الرئيس كريم بالنظرة يفهم واللي يحب الوطن والشعب الله يحفظه ويهنيه. امين يا رب. وشكون الشاعر؟ شكون القائل؟ الشاعر ايه. هذه قصيدة من مؤلفها وكاتبها السعدي عبد الله بن صالح من مواليد 10 اكتوبر 1943 اللي هو انت الله يبارك من بلديه برج زموره. الله يبارك. بلديه برج زموره ولايه برج معرفش. وخدمتك انت مهنتك واش هي اصلا؟ انا واش الخدمه نتاعك انت في الاصل؟ انا خدمه تاعي هي نخدم مصر. الله يبارك. الفلاح نخدم هذا كل اعمال حره كما نقولوا. اعمال حره ونخدم ثاني حرفه اعطاها لي واحد الشيخ نخدم الجبارة. الله يبارك. والشعر كيف حتى نديت ليه؟ الشعر قلت لك كيف حتى نديت ليه الشعر؟ ما عند من تعلمت الشعر؟ الشعر تعلمته هكذا برك. عندكم شعراء ثم في برج زمورة؟ كاينين بس ما نخالطهمش انا مش عارف من فايت وحدي. الله يبارك. ربي يخليك الحاج ربي يسترك.